من كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، هذا التقرير من قبل الجيش الأوكراني باستهداف مطار مورزوفسك، هل يعتبر هو التقدم الميداني الأهم والأبرز بالنسبة للقوات الأوكرانية مؤخرا بعد سلسلة كبيرة من الخسائر، وأيضا على الجانب الآخر المكاسب التي حققها الجيش الروسي؟ نعم مروج، بالفعل الليلة الماضية تعرضت 3 مناطق في الداخل الروسي لهجمات أوكرانية باستخدام المسيرات. نحو 80 مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية تجاه الأراضي الروسية، استهدفت كل من منطقة روستوف وكورسك، وإضافة أيضا إلى منطقة بيلغورود. أيضا كان بيان هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أكد بأنه استهدف مطار منطقة روستوف في روسيا، ومما أدى إلى اشتعال الحرائق في داخل هذا المطار، وأيضا استهدف مستودعا لتخزين الذخيرة والصواريخ الموجهة التي تطلقها القوات الروسية تجاه الأراضي الأوكرانية. كذلك أيضا قال الجيش الأوكراني أنه استهدف إحدى مستودعات لتخزين النفط في منطقة بيلغورود، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة كورس. وقالت بعض وسائل الإعلام بأن القوات الروسية تمكنت من صد 36 طائرة أو إسقاط 36 طائرة مسيرة من نحو 80 طائرة أطلقتها القوات الأوكرانية. هذه العمليات تأتي ضمن سياق ما يعرف بالعمليات خلف خطوط الجيش الروسي وقطع إمدادات أو اللوجستيات عن القوات الروسية العاملة داخل الأراضي الأوكرانية. هذا الهجوم الكبير تعترف به أوكرانيا، ويأتي أيضا بالتزامن مع هجوم شنته القوات الروسية تجاه الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية باستخدامها 29 طائرة مسيرة. تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 24 طائرة مسيرة من نوع شاهد 136، طيب، التي تستمر القوات الروسية باستهداف الأراضي الأوكرانية بهذه المسيرات. مروج، فقط إشارة أخيرة عامر، هذا الاستهداف لمطار مورزوفسك بالقرب من روستوف، هل هو وقع ضمن الأراضي الروسية داخل الحدود الروسية، أم هو وقع ضمن المناطق المحتلة من أوكرانيا؟ منطقة روستوف هي منطقة تقع ضمن الحدود الروسية الخالصة، ولكن الأسلحة التي استخدمتها القوات الأوكرانية هي أسلحة محلية الصنع، وهي طائرات مسيرة، وهذا ربما الاتفاق الذي وقع بين أوكرانيا وبين الولايات المتحدة بأن لا تستخدم أوكرانيا الأسلحة الغربية لاستهداف الأراضي الأوكرانية. وأيضا الاستهداف يأتي ضمن الإطار التي حددته الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا بأن لا تقوم أوكرانيا باستهداف العمق الروسي سوى ما يقارب من 100 كيلو متر باستخدام الأسلحة الأوكرانية. شكرا جزيلا عامر العروقي مراسلنا من كييف.